فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعذر القبويون وخاصة العوام منهم بالجهل والتأويل؟ سبحان الله، يعني القرآن صار ما له قيمة، ولا اللي يقرأ ويقرؤونه ويسمعونه وهو يحذر من الشرك، وش الشرك؟ ما يسألون عن الشرك؟ ما لهم عذر، هم يسمعون القرآن تحذر من الشرك ويخبر أنه يحبط الأعمال، وأن الله حرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا أمر واضح، إنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، أما الأمور الظاهرة فهذه القرآن واضح فيها، مثل الزنا، الزنا واضح كل يعرف، الربا واضح كل يعرف، الشرك أولى أن يكون أوضح من هذه الأمور، فما لهم حجة بها. إلى متى يعذرون بالجهل؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هم يقولون إذا بين لهم ودعوا إلى التوحيد قالوا هذا دين الوهابية، يسمون التوحيد دين الوهابية، مذهب ابن عبد الوهاب، يقولون ابن عبد الوهاب خارجي ومن الخوارج، والوهابية خوارج، وهكذا يقول. هذه إجابتهم عن الدعوة والبيان لهم. نعم، يقولون هذا خوارج، هذا مذهب الخوارج. نعم.